هذا فساد كبير. الله هذا الله فساد الله. كبير. يعني ربنا ما اكتفى في تعذيب قوم لوط بإعدامهم أو بحرقهم بالنار. حرقهم بالنار. ولذلك جعل لماه قلبين للفطرة، عملهم قلب للفطرة، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليه حجارة من سجيل. ولذلك علماء الصحابة اختلفوا في من يعمل عمل قوم. هو اللي ورد في بعض الحديث في بلوغ المرام وغيره، من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، اللي في بلوغ المرام. نعم نعم. من وجد، وين كان الحديث يحتاج إلى بحث. من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. لكن الصحابة لما جاء خبر أن في بعض أهل الشام قد يرتكبون هذه الجريمة البشعة، فاختلف الصحابة ماذا يفعلون فيه. ما كان يخطر على البال انه يكون عندهم واحد يفعل هالفعل من 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 المؤمنين الاولين. فلما جاء الخبر من الشام بانهم جمعوا، ماذا نفعل؟ قال جماعه يحدون حد الزنا، البكر يقلاد والثيب يرجم. وجماعه قالوا لا، نحطهم على نضربهم بالسيف رقبته ورقبتها، رقبت الرجل الرجلين، ويضربان بالسيف، ثم يوضعان على نعش ويحرق النعش، ويحرق النعش بعد 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 قتلهم. وجمع قالوا لا هذا ولا هذا، نطلع على اعلى جبل وندحدرهم من الجبل حتى يهلكوا وهم ينزلون من الجبل، مثل ما فعل الله، جعل عليها سافلة، جعل عليها سافلة.